السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض حالات السونار. حاجة ممكن تيجي في الثاي أو في الابدومينال وول، ممكن تيجي ريليتد لتروما أو ايفن سبونتينيوس، تبقى ماس صغيرة أو ماسز صغيرة بلس اور ماينس بين. ده نقطة، دي نقطة مهمة، بلس اور ماينس ايكيموزس، تمام؟ زي العيانة دي. دي كانت ده كان اوبيز ميل جاي ب تو سمول سويلنج بالبابل مايلدي تندر اراوند الني، وكان مدي هيستوري اوف تروما بقاله كام يوم. تحت الاماكن السويلنج في حاجه هنا ويل ديفايند وحاجه تانيه ويل ديفايند اصغر منها. نوديولز الصغيره هوموجينس ايكوجينيك بالنسبه للسبكتينيوس فات، ما فيهاش بقى اي سيستيك تشينجز، ما فيهاش فاسكولاريتي، مش باينه طبعا في الاكس راي، فطبعا الالترا ساوند هو الاوبتيمم ستادي بتاعتنا. عملنا دوبلر عليها، ما فيش اي فاسكولاريتي وذين، ما فيش اي ريليتد فينز، ما فيش فاريكوز فينز، ما فيش كالسيفيكيشن. انت قاعد تقول ما فيش، انه نوا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الديفرنشال اللي انا قاعد استبعده. ما فيش فاسكولاريتي عشان اقول انها انجيو ليبوما، ما فيش سيستيك تشينجز، وان كان الفات نيكروزس ممكن يكون فيه سيستيك تشينجز جواه. اوكي، ما فيش ريليتد بينز، لان ممكن تكون الايكوجينيك ايكوجينيستي دي اراوند بين ثرومبوزد، ساعتها هيبقى اسمها سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس. لكن السوبرفيشال ثرومبوفليبايتس لما تقدم الايكوجينيستي بتروح لحوالين الفين وبيتبقى الفين نون كومبريسبل. ما فيش كالسيفيكيشن، البايلو ماتريسيوما، نورمال سكين، ما فيش بانكتم مثلا ولا حاجه علشان اقول ان دي سبيشيس، الديفرنشال كله مش موجود. يبقى دي عبارة عن ايه؟ كلاسيك فات نيكروزس سب كوتينيوس، فوكال ايكوجينيك اريا افاسكولار، ما فيهاش في الاخر فات نيكروزس، او الاسم التاني ليها سودو لايبوما. كومن لانها بتيجي بعد تروما، لكن ممكن تيجي سبونتينيوس. طب لو ايكوجينيك ليجن سب كوتينيوس له ديفرنشال كده طويل عريض، تمام؟ ببساطة كده حته فوكال ايكوجينيك معاها بين فات نيكروزس، معهاش بين مشينا ريبوم. طيب لو كانت ديفيوز، خلاص ده ديفيوز انفلاميشن بانيكولايتس. طب لو معاها شويه انترستيشيال ايديما كوبلستون ابيرنس، انت بتتكلم في سيريولايتس. طب لو الايكوجينيست دي حوالين تورشوس نون كومبريسبل ستراكشرز، انت بتتكلم حوالين فينز او حوالين فاريكوز فينز، اذا فهي سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس. يبقى ده الديفرنشال بتاع الفات نيكروزس، تمام؟ او الحاجات الثانيه اللي ممكن تشبهها. العامل المشترك بينهم كلهم في بين زائد ايكوجينيك اريا بالالترا ساوند. يلا اشوفكم على خير، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.